السلام عليكم، معكم المعلمة سعاد صوفان من رياض ومدارس جامعة الزرقاء ثانوية البنات. رح أشرح درس 10 الفيزياء فصل التيار الكهربائي. الدرس الأول رح نبدأ فيه إن شاء الله هو درس الدارة الكهربائية البسيطة. إحنا مرت معانا الدارة الكهربائية البسيطة في صفوف سابقة، كنا نعرف إنه الدارة الكهربائية البسيطة هي عبارة عن المسار المغلق اللي بتسلكه الشحنات الكهربائية عن طريق أسلاك التوصيل والبطارية والمفتاح والمصباح. كيف يعني مسار مغلق؟ المسار المغلق بكون معانا بالشكل التالي، هذا هو المسار المغلق اللي بتسلكه الشحنات الكهربائية. طيب، عندنا مثال بيحكي لنا إنه دارة كهربائية بتتكون من مصباح وأسلاك موصلة وبطارية ومفتاح. بدي أرسم دارة كهربائية بسيطة بتتكون من هاي الشغلات، تمام؟ أول شيء دارة كهربائية بتتكون من مصباح وأسلاك. المصباح يرمز له بالدارة الكهربائية بهذا الشكل، وأسلاك هاي الأسلاك، طبعا أسلاك ده لازم تكون معانا موصلة مثل مادة النحاس مثلا، وإحنا أخذنا شو هي المواد الموصلة سابقا. وبطارية يرمز للبطارية في الدارة الكهربائية بهذا الرمز، قطبين، قطب صغير وقطب طويل اللي هو الكبير. القطب الصغير بيرمز له بالرمز أو اللي يحمل شحنة سالبة، والطويل بيحمل شحنة موجبة، والمفتاح يرمز له بهذا الرمز. طبعا المفتاح لازم يكون مغلق، فهيك لازم تكون. هاي هي دارة كهربائية بسيطة بتتكون من هاي الأشياء الأجزاء. بدي أتعرف كل جزء وشو وظيفته. مثلا أنا معاي الأسلاك، هاي هي الأسلاك. وظيفة هاي الأسلاك هي مرور التيار الكهربائي. كيف يعني مرور التيار الكهربائي؟ يعني مرور الشحنات، الشحنات بتمر داخل هاي الأسلاك. المفتاح اللي هو هاد، اللي هو معانا المفتاح، المفتاح وظيفته هو فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. أما المصباح وظيفته هو الكشف عن وجود تيار كهربائي. أما البطارية وظيفتها اللي هي هون، وظيفتها بتدفع الشحنات بقوة عشان تتحرك عبر الأسلاك. إحنا بنعرف إنه البطارية هي أساس دفع الشحنات، يعني منها بتطلع معاي الشحنات، تمام؟ بتتحرك عبر الأسلاك، بتضوي معاي المصباح. إضاءة المصباح دليل على وجود تيار كهربائي مر عبر الأسلاك، أو دليل إن الشحنات الكهربائية تحركت عبر الأسلاك. ثانياً رح أبدأ فيه هو التيار الكهربائي. شو يعني تيار كهربائي؟ تيار كهربائي هو عبارة عن مقدار الشحنة الكهربائية اللي بتعبر مقطع موصل خلال ثانية واحدة. نيجي لمفهوم التعريف شوي. مفهوم التعريف بيحكي لنا انه انا مثلا لو كان معاي جسمين، تمام؟ جسم متعادل وجسم مشحون بشحنة موجبة. جسم متعادل اي ان عدد الشحنات السالبة تساوي عدد الشحنات الموجبة، تمام؟ وجسم مشحون بشحنة موجبة اذا بيحتوي فقط على شحنات موجبة. هذول الجسمين وصلت بخلالهم بسلك، هذا السلك من مادة موصلة، تمام؟ لما وصلت الجسمين بسلك من مادة موصلة بلاحظ انه بتتم عندي حركة للشحنات. طب اي شحنات رح تتحرك معي؟ رح تتحرك معي الشحنات السالبة اللي هي الالكترونات، واحنا بنعرف واخذنا انه دائما الشحنات السالبة هي اللي بتتحرك، تمام؟ فبتتحرك معي الالكترونات من وين لوين؟ اتحركت الالكترونات بهذا الاتجاه اللي هو من الجسم المتعادل للجسم المشحون بشحنة موجبة، اتحركت معي الالكترونات بهذا الاتجاه. دليل حركة الالكترونات بهذا الاتجاه، تمام، دليل على نشوء تيار كهربائي. وشرط نشوء التيار الكهربائي عشان ينشأ معي لازم تتحرك هاي الشحنات اللي هي عبارة عن الإلكترونات باتجاه واحد، لازم باتجاه واحد. ما بصير تحرك معي الإلكترونات باتجاهين، هون ما بمر معي تيار كهربائي وهذا الشيء خطأ. لازم تحرك الإلكترونات معي باتجاه واحد من الجسم
في هاي الحالة من الجسم المتعادل إلى الجسم المشحون بشحنة موجبة، فبتتحرك معنا باتجاه واحد. أما كان معنا في المحاليل الكهربائية، وإحنا أخذنا المحاليل الكهربائية هي محاليل موصل للتيار الكهربائي، بينشأ التيار عن حركة الشحنات الموجبة والسالبة معا، ويكونوا في اتجاهين متعاكسين. تمام، بدنا نشرح شوي عن السلك. هذا بيحكي لنا هنا انه هدول الكرتين اللي انا وصلتهم بسلك، لو اجينا بدنا ناخذ مقطع عرضي من هذا السلك. شو يعني مقطع عرضي؟ انه هون هذا السلك من اوله هون لاخره هون، بدي اخذ مقطع عرضي يعني جزء منه من هون. هذا هو المقطع العرضي، هذا الجزء اللي انا بدي اخذه من هذا السلك، مقطع عرضي من هذا السلك. هاي اخذته، بدي ادرس عليه شوي. تمام، بلاحظ مرور الشحنات خلال هذا السلك باتجاه واحد، وهي عبارة عن الإلكترونات السالبة مرت خلال هذا السلك. تمام، فهذا بيوضح لي حركة هاي الشحنات. وحدة قياس التيار الكهربائي هي الأمبير. الأمبير هي وحدة قياس التيار الكهربائي، والأمبير هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن تيار كهربائي ناتج عن عبور شحنة مقدارها كولوم واحد عبر مقطع عرضي في موصل خلال زمن مقداره واحد ثاني. طب خلينا نفسر شوية شو يعني هذا الحكي. حكالنا إنه الأمبير هو عبارة عن إيش؟ عن تيار. إذا أنا عرفت إنه الأمبير هو تيار، تيار بيمثل لي إيش؟ حركة الشحنات. تمام، خلال زمن مقداره واحد ثانية. فبيصفى معاي إنه قانون التيار الكهربائي هو عبارة عن الشحنة على الزمن. طب الشحنة على الزمن، من خلال هذا القانون إنه تاء تساوي شين على زين، تاء تعبر عندي التيار الكهربائي وحدة قياسها الأمبير، شين هي عبارة عن الشحنة الكهربائية وحدة قياس تعرفنا عليها سابقا اللي هي الكولوم، والزمن اللي هو زين اللي هي الزمن وحدة قياسه هي الثانية. هلأ أنا بدي أحسب معدل التيار الكهربائي. معدل شو يعني معدل؟ لما بدي أعرف يعني معدل، يعني عندي كلمة تغير. التغير يعني لازم يكون معاي مثلا تاء تساوي دلتا شين على دلتا زين. معدل يعني تغير، تغير يعني مثلا دلتا شين هي شين 2 ناقص شين 1 على زين دلتا زين اللي هي زين 2 ناقص زين 1. من خلال هذا القانون بعرف انه وحدة التيار الكهربائي هي عبارة عن الشحنة وحدتها كولوم وتعرفنا عليها، والزمن وحدته ثانية. فوحدة قياس التيار الكهربائي اللي هي كولوم لكل ثانية، وهي نفسها تقابل الأمبير. يعني التيار الكهربائي له وحدتين، كولوم لكل ثانية أو الأمبير نفس الوحدة. تمام، طب هلا بدي أتعرف على اتجاه حركة هاي الشحنة. اتجاه التيار الكهربائي بكون معي اتجاه التيار الكهربائي الاصطلاحي، سميناه تيار اصطلاحي لأنه بيمشي باتجاه الحركة الافتراضية للشحنة الموجبة. تمام، بيمشي باتجاه الحركة الافتراضية للشحنة الموجبة. أنا بعرف إنه الشحنات السالبة هي بتتحرك، لكن هذا التيار بكون معاكس لاتجاه الشحنات السالبة. في عنا سؤال، سؤال ماذا تعني أو ماذا نعني بقولنا أن التيار الكهربائي المار في سلك يساوي 4 أمبير؟ عشان نجاوب على هذا السؤال لازم نحط القانون، وعلى القانون نشتغل. أنا معي القانون أنه التيار بيساوي الشحنة على الزمن، بحكي لي أنه مقدار التيار الكهربائي المار في سلك قيمته 4 أمبير. بحط عندي التيار 4، هي عندي التيار 4. مدام انه التيار الحمل 4 امبير، اذا حتكون قيمة الشحنة 4. اوكي، فكيف بدي احله؟ بحكي انه كون التيار 4 حملت الاربعة الشحنة، معناته انه الشحنة مقدارها 4 كولوم عبرت سلك في زمن مقداره واحد ثانية. يعني كل 4 كولوم عبروا مقطع عرض من السلك مقدار في زمن مقداره واحد ثانية. تمام، هيك معناتها.
في عنا هلا مثال في الكتاب، مثال 6 إلى 1، بيحكي لنا هذا المثال: إذا كان التيار الكهربائي المار في موصل يساوي 2 أمبير، احسب مقدار الشحن الكهربائية التي تعبر مقطع هذا الموصل خلال دقيقتين. أولا خلينا نكتب المعطيات، إنه التيار بيساوي 2 بالعشرة أمبير. طالب نحسب الشحن الكهربائية هي المطلوب إذا كان الزمن مقداره 2 دقيقة، معطين الزمن بالدقيقة، تمام؟ هاي لازم ننتبه عليها. طب كيف بدي أحل هذا السؤال؟ مباشرة بالتطبيق، مباشرة على القانون. قانون معي إنه التيار بيساوي الشحنة على الزمن، صح؟ قيمة التيار معطيني إياها هي 2 بالعشرة، تساوي مقدار الشحنة أصلاً مطلوبة مني على الزمن. الزمن معطيني إياها 2 دقيقة، بدي أحول من دقيقة لثانية، لازم تحول معي لثانية، هي من خلال الضرب 2 ضرب 60، فبتصير معانا 120 ثانية. الزمن صفى معي 120، بعمل ضرب تبادلي، فبتصير قيمة الشحنة بتساوي 2 بالعشرة ضرب 120، وتساوي 24، لا ننسى وحدة الشحنة وهي كولوم، فقيمة الشحنة تساوي معانا 24 كولوم. حنا سؤال فكر بيحكي لنا: يبين الشكل 6 إلى 4 شحنات كهربائية تتحرك عبر مقطعي موصلين متماثلين. إذا علمت أن الشحنات جميعها متساوي في المقدار وتتحرك بالسرعة نفسها، انتبه هون لصيغة السؤال: إذا علمت أن الشحنات جميعها متساوي في المقدار. طبعا لا تنسي أن أولها ذكر لك أنه أنا ما أخذت مقطع من موصل، أنا ما أخذت الموصل كامل، يعني مش أنا معي الموصل كامل، هيك هاي الموصل، الموصل بتحرك فيه الشحنات، إما شحنات موجبة أو حسب ما هو طالب معي. هاي بتحرك عندي مثلا إلكترونات، هاي بداية الموصل وهي نهايته. أنا شو عملت؟ أخذت المقطع العرضي مثلا، أخذت من هون لهون، وأخذت هذا الإشي وكبرته أشوف حركة الشحنات داخله. بيحكي لنا لقينا في الموصل الأول، لقيت في الموصل الأول إنه عندي بحدود 6 شحنات، هيا 6 شحنات موجبة تتحرك نحو اليمين. هاي الشحنات الموجبة بتتحرك نحو اليمين. بيحكي لنا في هذا المقطع كونها حدد الاتجاه الشحنات الموجبة نحو اليمين، إذا لازم تكون هنا شحنات سالبة ولازم هنا تكون شحنات موجبة. السبب إنها الشحنات الموجبة عم تتجاذب مع السالبة وتتنافر مع هون، فبتكون حركة الشحنات نحو اليمين، تمام؟ هلا أنا بعرف بالمجال الكهربائي أخذنا إنه حركة الشحنات تكون أو خطوط المجال من الموجب إلى السالب، تمام؟ فهيك بكون معاي اتجاه المجال الكهربائي، المجال الكهربائي صح؟ بكون معاي من الموجب إلى السالب، فحركة اتجاه التيار نحو هون اتجاه المجال، فاتجاه التيار نحو اليمين في خلال المقطع الأول، نحو اليمين اتجاه التيار. فالمقطع الثاني عامل لي شو؟ ماخذ مقطع وحاط لي فيه 5 من الإلكترونات السالبة عم تتحرك نحو اليسار. كونها شحنات سالبة عم تتحرك معي نحو اليسار، إذا هون رح تحمل معي بداية المقطع شحنة موجبة وهون حتحمل شحنة سالبة. حركة الإلكترون المجال الكهربائي كان من الموجب إلى السالب، هيك بيتحرك معي المجال، صح؟ بدي أحدد اتجاه التيار الكهربائي، لازم يتحرك التيار نحو اليمين. ليه نحو اليمين؟ لأنه التيار الاصطلاحي هو بيحكي لي حركة الشحنات الموجبة، التيار الاصطلاحي بيحدد لي حركة الشحنات الموجبة، فبتكون أيضا نحو اليمين، تمام؟
الفرع الثاني طالب مني بيسألني أيهما يمثل تيار أكبر، أنو حيمثل تيار أكبر أو حيمثل تيار أكبر، المقطع الأول ولا المقطع الثاني؟ طبعا المقطع الثاني هو اللي حيمثل تيار أكبر لأنه عدد الإلكترونات عنده أكبر. إذا لاحظنا على المقطع الأول بيحمل بس شحنات موجبة، والمقطع الثاني بيحمل شحنات سالبة، وكونها شحنات السالبة هي اللي بتتحرك، فالمقطع الثاني هو يلي بيحمل تيار أكبر لأنه عدد الإلكترونات عنده أكبر. فالجواب الشكل الثاني يمثل تيار أكبر لأنه عدد الإلكترونات عنده أكبر.